في إطار جهود الدولة الحالية لتعزيز مصادر المياه والأمن المائي لجمهورية مصر العربية، حدثت طفرة خلال السنوات الماضية في بناء وتشييد محطات تحلية المياه، والتي ساهمت في مواجهة النقص في مياه النيل عبر توفير ملايين المترات المكعبة من المياه العذبة التي تستخدم في كافة مجالات الحياة وأهمها مياه الشرب، إضافة إلى مجالات التنمية المختلفة كالزراعة والصناعة، مع التزام كامل بالحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق تأتي محطة جبل الجلالة لتحلية المياه لتشهد على خطوة جديدة من خطوات التنمية العملاقة التي تقوم بها الحكومة المصرية في هذا المجال، والتي ساهم اتحاد شركتي ماتيتو وأوراسكوم في إنشائها تحت إشراف إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويقام المشروع على مساحة 60,000 متر مربع، وتعد المحطة الأضخم من نوعها في جمهورية مصر العربية، والتي تستخدم أحدث تكنولوجيا تحلية المياه في العالم، حيث تعمل بنظام التناضح العكسي وباستخدام تكنولوجيا حديثة لتوفير الطاقة وخزانات التكديس الزجاجية الصلبة GLS، مما يعود بفائدة أكبر على المشروع مقارنة باستخدام خزانات التكديس الخرسانية أو الحديد الصلب. وقد فرضت طبيعة المشروع وموقعه في مواجهة مخر السيول بالمنطقة العديد من التحديات في إقامة المحطة، ومنها نوع التربة الرطبة وصعوبة حفر الأنفاق لمرور المياه من البحر لمأخذ المياه دون المساس بالطريق الرئيسي للعين السخنة. إلا أننا وبفضل الله نجحنا في تخطي كل هذه العقبات، وتمكننا حتى الآن من أن نسبق الجدول الزمني للمشروع. تم بناء المحطة باستخدام أعلى معدلات الأمن والسلامة طبقاً للمعايير العالمية، وبالتزام كامل بالمحافظة على البيئة المحيطة، حيث حصل المشروع على اعتماد وزارة البيئة المصرية ليضمن بذلك عدم الإضرار بالسواحل أو البحار بما فيها من الحياة البحرية والشعاب المرجانية. وستخدم المحطة 1,000,000 مواطن في منطقة الجلالة وما حولها بحجم إنتاج يصل إلى 150,000 متر مكعب يومياً، وهو تقريباً ضعف الحد الأقصى المنتج حالياً في محطات مشابهة بجمهورية مصر العربية. تم البدء في العمل على إنشاء محطة الجلالة في نوفمبر 2016، وكمثال واضح على تفاني وإخلاص كل من عمل على هذا المشروع الوطني، حطم المشروع عدة أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث تم إنتاج المياه في مايو 2018، أي بعد 16 شهراً فقط من البدء في أعمال التنفيذ، رغم أن الحد الأدنى لتنفيذ مشروع بهذا الحجم هو 30 شهراً كاملة. وتم هذا الإنجاز بساعات عمل تتخطى 2,300,000 ساعة. ولن تتوقف إرادتنا عند هذا الحد، حيث سنواصل جهودنا على مدار الساعة كي نقدم لمصر وأبنائها الأبرار ما يستحقونه من مشروعات عملاقة تضمن استمرار البناء والتنمية، وغداً أفضل لهم وللأجيال القادمة.